أفضل ببلدية مسعد النموذجية لثاني مرة بعد الانطلاق الرسمي للبرنامج بالبلدية اللي كان في شهر مارس المنفرد. وها نحن نلتقي 6 أشهر من بعد لنشتغل يومين في ورشتين تخصص الأولى لعرض للتشخيص الإقليمي المحلي ديغنوستيك تريتوريال لوكال اللي شاركوا فيه كل الفاعلين المحليين بالبلدية من منتخبين وإداريين وممثلين للمجتمع المدني ومتعاملين اقتصاديين وحتى مواطنين عاديين. وثاني ورشة الغد إن شاء الله ستخصص لإطلاق بصفة فعلية مسار المشاركة المواطنة أو مشاركة المواطنين على المستوى البلدي في تسيير شؤون بلديتهم. وراح يكون هذا الانطلاق لهذا المسار تشاركي مبني على منهجية تعرف مجالات ورقعة اتساع المشاركة، تعرف المشاركين، تعرف كيفيات المشاركة. وبدون إطالة لأننا سنتطرق بالتفصيل لكل هذه النقاط، نعطي الكلمة للسيد رئيس الدائرة لإلقاء كلمة الافتتاح الرسمي.